اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا مقالي ومقاله وشفنا الغربال، شفنا ازاي كل اللي حصل الفتره اللي فاتت وتداعيات هذه المباراه، لكن في كلام كتير جدا لازم نقف عنده وعنده كل واحد قال كلمه. بعظمه لسانه كل شيء انكشف وبان امبارح. انا بقول لكم للاهل كده رب يحميه، فجاه تظهر حاجه معينه، الناس كلها بتتكلم في اخطاء فنيه، ناس بتتكلم انه في عدم توفيق لريني فايلر المدير الفني، ناس بتتكلم على انه سيستم اللعب اتغير، ناس بتتكلم على عدم اداره فايلر للمباراه بالشكل الكافي، في المقابل توفيق الزمالك، ارتكاب لاعبيه اخطاء اقل، تركيزهم بشكل احسن، وربما خبره كارتيرون. كل دي تفاصيل فنيه مقبوله وفيها كتير منه صحيح، لكن فجاه تحدث البومبا بسك عليه، هي دي اللحظه. يبدو الامر امبارح مساء كما لو كان في سكريبت موحد معتمد ومملى، يتقال ايه على الخطيب، يتقال ايه على النادي الاهلي، نفتح له كل السكك. يعني لم نبدا مساله مباراه بقى خالص، يعني خرجت في اللي اتقال على المباراه، كل واحد له رايه. اي واحد اهلاوي ما شافش المباراه، ما تابعش الاحداث، ما يعرفش حاجه عنها، غايب عن المشهد شويه، امبارح وهو بيتفرج على الاثنين ابراهيم فايق وسيف زاهر، لازم يعتقد ان الاهلي يجلس على الاطلال. الاهلي اتدمر، الاهلي اتحطم، مفيش حاجه اسمها اهلي بجد. عشان كده هذا التغير المفاجئ والسريع والرهيب والمريب والعجيب والغريب والمفهوم كانت اسبابه واضحه ومعروفه. زمان كنا بندرس في كليه الاعلام يا باشمهندس يقول لك افترض جهل القارئ، افترض ضعف معلومه المشاهد، عشان كده بسط له المساله واديها له. في ظل الاعلام الحديث دلوقتي لازم تتغير النظريه ديت، ودايما وابدا على كل من يتصدى باي رساله اعلاميه لازم يتاكد من يقظه المتلقي ومن فهم الناس كويس قوي ومن قدره الناس على التفحيص والتمحيص والتدقيق ومعرفه شكل الوشوش رايحه فين وربط الكلام مع ما قبل وقياس درجات تحول الراي واللي بيحصل بيحصل ليه وفين وبأمارة ايه. ومش انت اللي قلت قبل كده كل ده للاسف بقى ده في المخزون الاعلامي عند الجمهور. عشان كده كل واحد بيقول كلمه لازم ياخد باله كويس، الناس ما عادتش زي الاول، كل شيء انكشف وبان. طلع كابتن الزميل ابراهيم فايق اتكلم الاول عن اسباب خساره الاهلي للقاء القمه، ما دام هي المناسبه خساره الاهلي للقمه الراجل من حقه يقول رايه واحنا من حقنا نسمعه. ماذا عن النادي الاهلي؟ ايه اسباب خساره النادي الاهلي؟ خلينا اكلمكم بامانه شديده، هو المشكله بصراحه انه الراجل فايلر اخترع فراح لعب بثلاثه في نص الملعب، ويا عيني حمل المباراه كلها على محمد هاني، حملها كلها على محمد هاني. هتسأل الناس عدلة فرقة النادي الأهلي إيه؟ هيقول لك محمد الشناوي في حراسة المرمى، هتلعب بالاثنين اللي في القلب كده كده، كان ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وهتحط ناحية اليمين أحمد فتحي، ده ألف ب. هو أنت محافظ على أحمد فتحي ليه أصلاً؟ طب ما أحمد فتحي مضى البيراميدز ومصر كلها عارفة إن هي من هو مضى البيراميدز. أنت سايبه للماتشات التقيلة، أمال أنت سايبه ليه؟ أمال أنت مقعده في الفرقة ليه؟ عشان الماتش ده، عشان الماتشات اللي شبه كده، احمد فتحي ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، اتنين في نص الملعب السوليه وديانج، ثلاثه تحت راس الحربه اللي هو اليو بادجي اللي كان خاتم الماتش اللي قبليه مسجل لك جول، فالدنيا تمام بالنسبه له. هتحط قفشه وهتحط باقي الفريق زي ما انت ما كنت حاطه، البدايه بتاعت المباراه الطبيعيه. هو الراجل ما عملش كده، هو الراجل قال لك لا يا جماعه ودنك منين؟ من الناحيه الثانيه، فراح حط ثلاثه في نص الملعب. يعني لو انت شايف من وجهه نظر الفنيه ان محمد هاني غلطان في الماتش، ما عندك مشكله، عندك مشكلة، لأن هو الراجل كان مدي تعليمات لديانج، يا ديانج انزل لما محمد هاني يطلع لقدام علشان تعرف تغطيه، ما عرفش يعملها. فضل الشوط الأولاني كله أجهد نفسه ضيع، ده أنا بتكلم على فايلر، أجهد نفسه ضيع مجهود الفرقة، وفي الآخر بعد الشوط ما أول ما خلص لما اكتشف إنه ديانج عك العكاية ديت، ما أنت عايز تشوف طول الوقت، أصل هم قالوا لك في الإعلام ديانج دبابة،
فانت مش عايز تصدق انه ديانج كان وحش، قال لي ديانج ما كانش كويس، انت مش عايز تصدق ده. لكن ايه الاسهل لك؟ محمد هاني اسهل، اسهل اه، النغمه ماشي اسهل اه، محمد هاني محمد هاني اه، يبقى هو محمد هاني. هو مش محمد هاني، اديله مهام محدده. لكن يا عيني حمل 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 على محمد هاني مصر كلها النهارده، وبعض من جماهير النادي الاهلي قال لك لا 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 هو اصلا محمد هاني. فكر شويه يا عم، والله ما محمد هاني الراجل مغامرته ما كانتش صح، الراجل تفكيره ما كانش صح، وديانج ما كانش صح، بدليل بين الشوطين راح مغير ديانج وراح عادل الملعب، يرجع عم هاني في ناحيه الباك وحط يا سيدي جيرالدو وحط وليد سليمان وخلص القصه على كده، اتعادل الملعب، اتعادل الملعب. لما جه الملعب يتعدل والاهلي سجل هدف التعادل وبقت النتيجه 1-1، هنا بكلمك بقى ان الكره فيها حاجات كمان، الكره فيها حاجات كمان ليها علاقه بالتوفيق. الزمالك بيجي له جول من اجمل واحلى الاهداف اللي انا بشوفها في الدوري، اللي هو جول مصطفى محمد اللي جه في وقت الاهلي هو اللي كان فيه مسيطر، في توفيق اه، الكره فيها كده. فالتوفيق كان مع الزمالك في اللقطه ديت، لقطه السويتش اللي حصل. بس انت لما تيجي تفكر هتفكر في انه انت ضيعت شوط كامل. الكلام اللي هيزعل الناس بقى ده كلام في الفنيات وكلام طبيعي يعني من الاخر يعني. طيب لحد دلوقتي هو بيتكلم في الفنيات، لحد دلوقتي هتفق مع جزء كبير من اللي قاله خلاص، لكن انا مندهش جدا جدا ان احنا خسرنا 3-1 ها، وتعادلنا 1-1 في اول الشوط الثاني اللي المفروض ان الراجل ملوش اخطاء فيه زي ما هو قال عدل الميله. فين بقى الغضب ها؟ لحد هو مضطر نفسه يقول لك الكره فيها حاجات تستعصى عن التفكير. اذا اه في البدايه بيجرب فيها، وهو على فكره فايلر بيحب يعمل كده، ان لو في فكره يجربها عشان يلحق يعدلها. لكن في كل الاحوال خلاص انت اتعادلت. اللي حصل من بعد التعادل استاذ ابراهيم ده حكم بيور، ده توفيق وعدم توفيق يعني نقي بنسبه 99%، لان الجون اللي جابه مصطفى محمد جون بديع جدا، الكوره كده هو بيجري عملها على صدره اتصلحت بحيث انه يلف برجله الشمال بدون يعني تصريحه، خطا شديد من ياسر ابراهيم، مش خطا لا، حتى يعني هي المساله خطا ياسر ان هو لما راح لورا ما تخيلش اللعبه، كان يجب انه يضغط البلوك على طول اه يضغط آه. لكن في كل الاحوال ايه علاقه ده بان احنا نقعد نتكلم على فرقه منهاره وفرقه زي ما هنشوف بعد كده؟ يعني استاذ ابراهيم فايق لحد النقطه دي ناخده وندي معاك كلام فني في توفيق، فايلر اخترع، فايلر عمل مغامره، كل ده كلام فني. ايه علاقته بالجزء المشترك؟ ايه علاقته بالسكريبت المشترك اللي هيقوله الاستاذ ابراهيم فايق بمناسبه الهزيمه؟ ايوه يعني هو مش نقلا او بالاشتراك مع الكابتن سيف زياد، يعني لدرجه لو قلبت كده ممكن تجي لك مخوله، انت ما تعرفش انت بتتفرج على مين. استاذ ابراهيم ان الكلام بمناسبه الهزيمه مش عن المباراه. نسمع كمان الزميل ابراهيم فايق. لو انت مش شايف انه في مشكله ليها علاقه بالاداره في النادي الاهلي، انا اسف انا بقول لك في مشكله. المشكله بقى اعمق شويه من فكره الكوره. فين شخصيه النادي الاهلي؟ فين اللعيبه بتاعت النادي الاهلي؟ فين ولاد النادي الاهلي؟ فين اللعيبه اللي بتنزل تغل من الدقيقه الاولى؟ فين شخصيه النادي الاهلي اللي مع اول ربع ساعه بتسجل اجوان؟ فين ولاد النادي الاهلي؟ فين اللعيبه اللي عندها حرقه؟ فين اللعيبه اللي زي عماد متعب؟ فين اللعيبه اللي زي بركات؟ فين اللعيبه اللي زي ابو تريكه؟ محدش يزعل مني. فين الانتقاء؟ فين المجموعه؟ في ناس لا تصلح ان هي تلعب في النادي الاهلي، متسابه ليه؟ في قرارات مش صح اتخذت كتير، القرارات اللي صح، القرارات الغلط اللي اتخذت كتير وما كانتش صح وما كانتش على قدر النادي الاهلي، ما بيتمش تصحيحها وتصويبها ليه؟ بدون الدخول في التفاصيل. لا يا جماعه، في مشكله ليها علاقه بالتعاقدات، مش بتكلم على عشان محدش يجتزئ الكلام، في اللعيبه بتاعت النادي الاهلي. ازاي انا ما عرفتش احافظ على احمد فتحي؟ ازاي انا ما عرفتش احافظ على اللعيبه اللي موجوده؟ على حسام عاشور؟ مين في الدنيا يقول انه لعيب زي حسين الشحات دافع فيه الفلوس دي كلها يروح يعمل عمليه الفتاء وانا داخل على ماتشات؟ مين يقول؟ الاهلي عنده مشاكل وادارته قادره بيها، واحنا شايفين من واقع الرؤيه العامه شخصيه النادي الاهلي ما بقتش موجوده، الفرقه بقت فاضيه. خبرات النادي الاهلي ما بقتش موجوده، الخبرات اللي انت بتبذل فيها سنين كتير مجهود عشان تبقى موجوده واقفه على رجليها واقفه على حيلها.
بقول كلمه الحق اللي شايفها، الاهلي عنده مشاكل والفرقه فضيت، خبرات الاهلي مش موجوده، العناصر اللي بتكسب النادي الاهلي مش موجود، العناصر اللي بتحمل ما بينها حراره النادي الاهلي مش موجوده. فين اللعيبه اللي بتطلع من قطاع الناشئين تملى تفرش النادي الاهلي؟ اخر لعيب طلع كان امتى؟ بقول لك الكلام اللي كل الناس هتقعد في الاعداد الخاصه وكل الاعلاميين يقول لك يا سيدي، بس ما اقولوش على الهوا. لا انا هقوله على الهوا. لو انت مش شايف يبقى عندك مشكله، والكلام واضح جدا انه موجه لشخص بعينه. وخلينا نبقى صراحه جدا، الكلام حسب ما طلب ان يقال هو موجه للكابتن محمود الخطيب المستهدف الاكبر في هذا الموضوع، عشان تبقى الامور على الوش وعلى المكشوف. كل هذه الحملات الممنهجه الواضحه الصريحه ضد مجلس اداره النادي الاهلي وعلى راسه الكابتن محمود الخطيب.